يمكن نتعرف على طريقة كيفية مشكل إيجاد منشورات ومواقع والمواقع المنشورات من التطبيقات ومواقع الويب. قموا بالضغط هنا على تطبيق فيسبوك، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على سجل النشاطات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات ومواقع الويب خارج فيسبوك، سوف نقوم بالضغط هنا على المنشورات من التطبيقات ومواقع الويب. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.